هل العذاب يكون على البدن أم الروح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال مذهب السلف الأمة وأئمتها أن العذاب والنعيم يحصل للروح لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العذاب. الصحيح هو مذهب أهل السنة أن الروح والبدن هما اللذان يعذبان. قد يقول قائل أين الروح وأين البدن؟ يقال الروح في البدن، لكن في حياة برزخية لا تعلم كيف هذه الحياة البرزخية. أرأيت النائم يرى أهوالا في منامه؟ بل قد يرى ضربا فيقوم من نومه وهو يستشعر ذلك الضرب وهو أمامك نائم، من أين تألم بهذا الضرب إذا رأى هذا في منامه؟ لماذا يخاف فيقوم خائفا أو يدق قلبه بشدة؟ أليس نائم لا يشعر بشيء وبدنه موجود؟ كيف التأثيرات وصلت إلى هذا؟ فالذين يقولون إنما الروح هي التي تعذب وليس البدن، الجواب يقال هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب قال فيعاد إليه روحه. كيف يعيش؟ الله أعلم، لا تسأل عن كيفية، هذه الكيفية لا مجال للعقل فيها. كيف يعيش؟ الله أعلم. كيف عاش في بطن أمه؟ هنا أريد منك جوابا، ماذا ستقول؟ الله أعلم. إذن الله أعلم في الحياة البرزخية، ما نعلم كيف هذه الحياة، كيف سيعذب؟ الله أعلم. نؤمن أن الروح والبدن يعذب، نعم، لكن كيف؟ الله أعلم. هذا في علم الغيب، قد يعذبه بجانبك وأنت لا تدري، فلا ينبغي لك الخوض في هذا. نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر ابن القيم أن الروح في البدن على خمسة مواطن. الموطن الأول في بطن أمه، أليس الجنين له روح؟ الجواب نعم. كيف تعيش هذه الروح؟ ثانيا بعد الولادة الذي نحن نعيشها الآن ونراها. ثالثا في حال النوم، أين تذهب الروح؟ رجل نائم ما يدري بشيء، روحه قد تتحرك، قد يتكلم، قد يمشي، قد يأكل، قد يشرب، قد يخرج من الباب، ثم إذا أفاق يقول أنا ما أدري أين هذا، من الذي حرك هذا الجسد؟ أليست روح؟ نعم، روح في بدن نائم لكنها في غير استشعار، فأنت إذا أردت إيقاظه قام، فإذا الروح موجودة معه. أيضا في حياة البرزخ الرابعة، الموطن الرابع حياة البرزخ الذي لا نعلم كيفها. والخامس يوم البعث والنشور، ترد الأرواح ويخرج الناس من قبورهم زرافات ووحدانا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من القبور حياة أخروية. فالواجب عليك يا أيها السني أنك تعتقد أن هناك عذاب ونعيم في القبر. قد يريك الله عز وجل علاماته، نعم، وقد لا يريك الله عز وجل علاماته. وإلا ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال يوم القيامة، أهوال القبور، ذكر قصصا أن بعض الناس رأوا ناسا يعذبون أو يسمعون أصواتا أو مثل هذه الأمور، فقد يظهر الله عز وجل هذا.